وأخيرا وصلنا إلى الجزء الأعلى من البرين ستيم اللي هو كان الميد برين. الميد برين علشان هنقدر نتكلم عليه وندرسه ونشوفه بصورة جيدة، لابد إن أنا أشوف البرين من منظر أنترو إنفيريور، يعني أشوفه من تحت ومن قدام. فكمن أنترو إنفيريور فيو، البرين ستيم كان ظاهر أمامي أهوت، وكان الأبر موست بارت بتاعه هو الميد برين. احنا فاكرين يعني احنا قسمنا البرين ستيم الى ثلاث اجزاء، كان اعلى واحد منها هو الميد برين، والاوسط البونس، واللي تحت المظلة. الميد برين اللي هو موضوعنا دلوقتي، تعريفه ده السيفاليك بارت او الكيفاليك بارت، يعني الابر موست بارت اوف ذا برين ستيم. يبلغ طول الميد برين حوالي سنتي ونص، يعني حوالي نص انش، يعني معنى الكلام ده انه اقصر جزء في البرين ستيم. موقعه فين؟ موقعه يقع انسايد ذا كرينيال كافيتي، ويشغل فتحه في التنتوريوم سيربلاي. هذه الفتحه كان اسمها تنتوريال نوتش. من الصعب ان انا اشوف الميد برين من الاتجاه الانتيريور. ليه؟ لما الانتيريور هنجد ان السيريبرم مغطي عليه، فلازم ارفع السيريبرم شويه، او ارفع في المنظر يبدو كما لو كان انترو انفيريور زي ما احنا شايفين. وايضا من الصعب ان انا اشوف الميد برين من الخلف، لانه هيدن ان فرونت اوف ذا سيريبلم. ده السيريبلم من الخلف اهو، ده السيريبلم، والميد برين فين؟ اهو ده الميد برين. فالميد برين من خلف السيريبلم هنجد مختفي امامها، يعني السيربلم خلفه هو مختفي امامها، فلازم ادفع السيربلم لتحت عشان اشوفه. يعني ده افضل فيو اشوف منه البرين الميد برين. الاكستنشنز، الاكستنشنز من تحت هنجد البونس، ومن فوق، من فوق يعني خلف الصوره هنا، هنجد الداينسيفالون خلف اعلى منه. طيب تعالوا نشوف اجزاء الميد برين كما لو كان في شفناها، نشوفها في كروس سيكشن. كروس سيكشن يعني انا لو جبت اللقطه اللي فاتت اهي، ده الميد برين. انا لو مسكت مشرط او سكينه ومشيتها بالعرض على حروف الكلمه ديت ورجعتها للخلف، مشيتها للخلف كده اهي، من هنا من الامام الى الخلف، فهشوف الميد برين مكون من الثلاث اجزاء الاتيه. طيب التلات اجزاء الاتيه، رقم واحد من الخلف اسمه التكتم اللي هو الجزء ده، ورقم اتنين في النص ده اسمه التجمنتم، ورقم ثلاثة في الامام اسمه السيريبرال بدانكل او البيزس بدانكيولاي. طيب تعالوا نشوف التكتم والتجمنتم. اولا التكتم والتجمنتم، الحد الفاصل بينهم كانال ماشية فيه الميد برين اسمها سيريبرال ايكويداكت. السيريبرال ايكويداكت هي الابورد كونتينيويشن اوف ذا فورس فنتركل. لو تذكرنا الفورس فنتركل، الكافيتي اوف ذا برين ستيم اللي كان موجود ورا البونس ورا المظله، ما كانش موجود ورا الميد برين. ليه؟ لانه هيمتد انسايد ذا ميد برين كسلندريكال تيوب اسمها سيريبرال ايكويداكت. تمام؟ طيب الجزء اللي خلف من السيريبرال ايكويداكت ده هيسموه التكتم، والجزء اللي امامها مباشره ده هيسموه التجمنتم. اما بقيه باقي الانتيريور بارت اوف ذا ميد برين فهيسموه سيريبرال بيدانكل او البيزس بيدانكيولاي. البيزس بيدانكيولاي من خلال ده سيكشن، فهنقدر نشوف الاستراكشرز اللي جوه. هنلاقيه بيكون من ثلاث حاجات. ريد نيوكليوس. ريد نيوكليوس يعني ايه؟ كلمة نيوكليوس في النيورو اناتومي معناها aggregation of nerve cells، تجمع نيرف سيلز بتكون نيوكليوس لونها قريب الى اللون الاحمر، بيسموها ريد نيوكليوس، وديت جزء من الاكسترا بيراميدال سيستم وهنشرحها بعد كده. الجزء الثاني
مادة سمراء برضو aggregation of nerve cells بتتجمع مع بعضها وتكون مادة سمراء يسموها substantia نجرة، ودي أيضا جزء من الإكسترا بيراميدال سيستم. أما باقي السريبرال بدانكل فده كان مجرى للتراكتس جاية من السريبرم ورايحة للسباينال كورد، أو بالعكس هذه التراكتس بتكون حزمة عصبية يسموها كراس سيربرام. إذن الكراس سيربرام هو بارت من السيريبرال بدانكل لا يرى إلا من الموست انتيريور فيو. دي كانت الأجزاء الثلاثة المكونة للميد برين. طيب تعالوا نشوف السيرفيسز اوف ذا ميد برين. الميد برين له ثلاثة سيرفيسز، واحد انتيريور، واحد بوستيريور، واحد لاترال سيرفيس، او نقدر نقول له أربعة سيرفيسز معنا صح، واحد انتيريور بوستيريور واثنين لاترال. طيب تعالوا نشوف الانتيريور سيرفيس. الانتيريور سيرفيس اللي هو السيرفيس ده الجزء ده من الميد برين فيه ايه؟ لو دققنا النظر هنجد فيه بيتكون من ثلاث حاجات. اول حاجه هذا الجزء البسيط اللي شكله شكل شبه المنحرف ده اللي هو باين في الصوره هنا كشكل منحرف، هو مش منظر هو مش يعني شكله مش شبه منحرف، ده هو شكل الروب او الحبل، لكن الاجزاء المحيطه به من البرين ده مثلا جزء من ايه من التمبرال لوب ضغط عليه، وده جزء من الاوبتيك كانال اوبتيك تراكت ضغط عليه، وده جزء من البولس ضغط عليه. ضغط الاستراكشر هي مداله شكل شبه المنحرف، انما هو مش شكل شبه منحرف، هو روب لايك باند شكل الحبل، يعني حزمه حبليه بيسموها سيريبرال بدانكل. ده كان الجزء الاول، وكان جنبيه نيرف كمان اهوت اسمه اوكيولوموتور نيرف، وكان في النص حفره، هذه الحفره فيها مجموعه استراكشرز ويسموا هذه الحفره الانتر بدانكيولار فوس. اذن الاستراكشرز اللي هتبان على الانتيريور سيرفيس اوف ذا ميد برين هي ثلاث حاجات مع بعضنا كده، واحد سيريبرال بدانكل احنا شرحناها اجمالا لكن هنتكلم عليها تفصيلا بعد ذلك، اتنين النيرف اللي اسمه اوكيولوموتور نيرف يقع على الميديال سايد اوف سيريبرال بدانكل، وتلاتة الحفره اللي فيها مجموعه استراكشرز ويسموها الانتر بدانكيولار فوس اللي هي الحفره ديت. كان في نيرف اخر قلنا بس كده على الماشي اللي هو التروكليار نيرف يقع على اللاترال سايد اوف ذا ميد برين، لكنه ده جاي من الباك ورايح للامام، فجاي من ورا السيريبرال بدانكل على اللاترال سايد وهيظهر لي هنا. لكن الثلاث حاجات الاساسيين السيريبرال بدانكل والاوكيلوموتور نيرف والانتر بدانكيولار فوسا، ديت الثلاث حاجات الاساسيه اللي كانت بتكون الستراكشرز اناتوميكال ستراكشرز فورمينج ذا انتيريور سيرفيس اوف ذا ميد برين. السيربرال بدانكل، السيربرال بدانكل دي عباره عن حزمتين عصبيتين. افكركم كنا سمعنا عن مصطلح اسمه سيريبيلر بدانكل، دول كانوا ثلاثه معلقين السيريبيلم في البرين ستيم، واحدة في الميد برين اسمها سوبيريور سيريبيلر بدانكل، وواحدة في البونس اسمها ميدل سيريبيلر بدانكل، والتالتة كانت في الميدالا اوبلونجاتا اسمها انفيريور سيريبيلر بدانكل. دول كانوا ماسكين السيريبيلم بالباك اوف ذا برين ستيم، اما هنا من الفرونت اوف ذا ميد برين فكنا هناك سيريبيلر بدانكل واحدة فقط، سيريبيلر بدانكل وليس بدانكلز، هي بدانكل واحدة. السيريبيلر بدانكل دي واحدة فقط، نشيل الاس من هنا. دي كانت عبارة عن حزمة عصبية توجد في مقدمة الميدبرين في الانتيريور سيرفيس اوف ذا ميدبرين. الموست انتيريور بارت الجزء الذي يرى فقط من السيربرال بانك اللي انا شايفه بعيني ده بارت منها اسمه كراس سيربرام. اذا الكراس سيربرام نقطة ديت عصية على فهم كتير من اولادنا، احنا بنوضحها ببساطة بنقول ان الكراس سيربرام هو البارت من يعني الجزء من السيربرال بدانكل الذي يرى فقط من الانتيريور فيو، ثم بعد ذلك في الداخل حاجات مش هشوفها اللي هي السبستانشيا نيجرا والريد نيوكلاس، دي من اجزاء السيربرال بدانكل.
اما الاوكيلوموتور نيرف ده كان واحد من اتنين نيرفز كان طالعين من الميدبرين، واحد من الامام اسمه اوكيلوموتور نيرف، واحد جاي من الخلف من ورا اسمه تروكلر نيرف. تروكلر نيرف ده تبع الخلف، لكن في جزء منه يعني ظهر هنا، انما هو اساسا كله تبع الخلف، وده كان النيرف الوحيد اللي بيظهر من خلف البرين ستيم وهو طالع من البوستيريو سيرفيس اوف ذا ميدبرين. الانتربدانكولار فوسا ده موضوع تاني هنتكلم عليه. تعالوا نشوف بقى في دايجرام، ادي نفكر الدايجرام الشهير ده، دي كانت البونس ودي كانت المظله وبونجاتا بالاجزاء بتاعتهم. تعالوا نشوف كده مع بعضنا، ادي رقم واحد اجزاء الميدبرين من الامام، ادي الكراس، ادي السيربرال بدانكل، ادي السيربرال بدانكل. اتنين الاوكيلوموتور نيرف، وكان في احنا قلنا جزء من التروكلر ده جاي من الخلف بس جزء منه ظهر لي من الامام. ثم هذه الحفره اللي اسمها الانتر بدانكلر فوسه. ايه حكايه الانتر بدانكلر فوسه ديت؟ الحفره ديت اهي، هذه الحفره اللي هي من الاناتوميكال فيتشرز اوف ذا ميد برين، شكلها رومبويدال شيبد اريا، اهي اريا رومبويدال ان شيب. طب فين الرومبويد ده؟ فين المعين ده؟ المعين ده ضلع منه اهو الاستراكشر ده، وده ضلع تاني الاستراكشر ده، دول على ناحيتين، وفي هنا ضلع من هنا وفي جزء من هنا، يبقى دي رومبويدال شيبد اريا. هذه الاريا كانت في صوره ديبريشن، قاعده في الميدل اوف ذا بيز اوف ذا برين، او هي بتكون جزء من الانتيريور سيرفيس اوف ذا ميد برين. الباوندريز، الباوندريز انتيريورلي هنجد الحته دي اللي اسمها الاوبتيك كيازما. ايه الاوبتيك كيازما؟ الاوبتيك نيرف وهو جاي شايل السنسيشن من الاي ودخل للبرين، الفايبرز بتاعته هتعمل ديكاسيشن، تتقاطع، تعمل كروس. هذا الكروس بتاعت الفايبرز اوف ذا اوبتيك نيرف بيسموه اوبتيك كيازما، بتشكل الانتيريور باوندري اوف ذا انتر بيدانكولار فوس. اما انتيريور لاترال من هنا، انتيريور لاترال فكنا هنجد هذا الجزء اللي اسمه الاوبتيك تراكت، اوبتيك تراكت. بوستيريو لاترال كنا هنجد السيريبرال بيدانكل او الكراس سيريبرال اللي هو الجزء من السيريبرال بيدانكل الذي لا يرى الا من الانتيريور فيو. واخيرا بوستيريو لنجد الابر بوردر اوف ذا بونز. دي كانت الباوندريز. الكونتنتس، الكونتنتس ما يقع داخل الباوندريز وكانت تشمل الاتي اربع حاجات. اول حاجه هذا الاستراكشر اللي اسمه تيوبر سينيريوم. عباره عن ايه تيوبر سينيريوم؟ تيوبر يعني اليفيشن، فده عباره عن بلجنج اريا او اليفيتد اريا تقع في الموست انتيريور بارت اوف ذا انتر بيدانكولار فوسا مباشره خلف الاوبتيك كيازما، ادي رقم واحد. في نصها هنجد فيه ستوك، في عصايه طالعه منها كده، العصايه اللي طالعه منها بيسموها بيتيوتري ستوك او انفانديبولوم، دي عباره عن كونيكال شيب دماس تخرج من التيوبر سينيريوم، والتيوبر سينيريوم ده كان فوق منها على طول هنجد جسم الايه السيريبرال هيمسفير. ليه؟ علشان هتوصل جسم السيريبرال هيمسفير بغده كانت قاعده هنا هي البيتيوتري جلاند. ثلاثه من الاستراكشرز لما يكون الانتر بدانكلر فوسا هنجد الماميلاري بودي. الماميلاري بودي دول عباره عن ايه؟ تو راوندد ماسز اوف جراي مادر، قاعده فين؟ قاعده مباشره خلف الانفانديبولوم، تمام؟ وفين بالتحديد؟ على الميديال سايد اوف ذا سيريبرال بيدانكل. ادي السيريبرال بيدانكل ايه؟ هي قاعده على الميديال سايد بتاعها. واخيرا وليس اخرا هنجد الجزء الرابع من الكونتنتس اوف ذا انتر بيدانكلر فوسا اسمها بوستيريور بورفوريتد سبستانس. عباره عن ايه البوستيريور بورفوريتد سبستانس ديت؟ عباره عن جزء من نسيج الميد برين، كويس، يقع في الموست بوستيريور بارت of the interbedankular fossa، كويس، فين بالظبط؟ behind the mammillary body، ادي mammillary body، body اهو هو خلف من المامillary body. طب ليه سموها posterior perforated؟ احنا قلنا posterior عشان انها خلف المامillary body، طب ليه perforated؟ علشان كان في artery في المنطقة ديت هنا اسمه posterior cerebral artery، هذا الارتري كان بيطلع branches داخل الجسم السيريبرال هيمسفير بيسموها السنترال ارتريز، هتخترق هذه الماده عشان تصل لجسم السيريبرال هيمسفير، فهتخترقها وتخليها شكل الغربال او المنخل، فيسموها البوستيريور بيرفوريتد سبستانس. منظر اخر للانتربيدانكيولار فوسا، ادي
البوستيريو لاترال باوندري بتاعها اللي هو الكراس سيريبرام، وادي بقيه الباوندريز. ادي عندي الاوبتيك كيازما انتيريور والاوبتيك تراكت انتيريو لاترال، وادي السيرور بودانكل بوستيريو لاترال. يبقى هي دي الحفره اهي، ادي شفنا الباوندري بتاعتها وشكلها دايموند شيبد اريا. اجزائها التيوبر سينيريوم اليفيتد اريا ماشي، في نصها هنجد الانفانديبولم، في خلف من الانفانديبولم هنجد الماميلاري بودي، وخلف من الماميلاري بودي نجد الجزء الرابع اللي اسمه البوستيريور بورفوريتد سبستانس. ديت الاجزاء الاربعه اللي كانت بتكون الانتربيدانكيولار فوسا. نحب نقول حاجه، الكل الكونتنتس اوف ذا انتربيدانكيولار فوسا الاربعه دي هنضيف عليها الاوبتيك كيازما، هيكونوا ما يعرف باسم الهايبو سالاماس او منطقه المهاد. تمام، اهدي اول معلومه. المعلومه الثانيه ان كل الاربع كونتنتس اللي احنا حكينا عليها ديت اللي هي التيوبر سينيريوم ده والانفانديبولا والماميلاري بودي والبوستيريو بروفريت سبستانس، هذه الاربعه ستراكشرز كانت بتشكل الانتيريور سيرفيس اوف ذا ميد برين. كويس، في امبورتنت ريليشن بالنسبه للمنطقه ديت. ايوه في ريليشنز مهمه. ايه هي؟ كل الانتربيدانكيولار فوس دي كانت قاعده فوق البيتيوتري، يعني البيتيوتري مفروض قدامي بس متشاله، كانت متوصله بالانفانديبولم لجسم الايه؟ السيريبرال هيمسفير. ادي اول حاجه. اتنين، انها ايضا اوفرلايد باي، يعني قاعد فوق منها مباشره في سيركل اوف ارترز عامله انستموزس مع بعض ومكونه شكل سداسي هنا اسمه سيركل اوف ويلس. تمام؟ طيب فوق منها لو انا دخلت ابره من هذه المنطقه من الانتربدانكلر فوسا والابره رجعت لورا هنا بمعنى اعلى، رجعت لورا الصوره يعني رجعت ابوردز، هنجد ايه؟ في كافيتي فوق مني اللي هو الكافيتي اوف ذا داينسيفالون اللي اسمه السيرد فينتركل. تمام، وان كان في اخيرا ان الانتربدانكلر فوسا قاعده هنا خلف انظر برفوريتد سبستانس، قاعده في هذا الموقع اسمها anterior perforated substance، ودي هنحكي عليها بعدين. الانتيريور perforated substance اللي هي الجزء ده اللي كان بيقع في مقدمه مين؟ يقع في مقدمه الانتربيدانكيولار فوس. ايه حكايتها؟ المنظر ده احنا شفناه لسه من شويه وعرفناه. ادي الانتربيدانكيولار فوس بالباوندرز بالكونتنتس بتاعتها. ادي كان الاوبتيك نيرف والاوبتيك كيازما والاوبتيك تراكت، والاوبتيك كيازما هنا كانت بتشكل الانتيريور باوندري اوف مين؟ اوف ذا انتربيدانكيولار فوس. والبونس بوستيريور باوندري انتيريور لاترال اوبتيك تراكت، وبوستيريور لاترال كمين الكراس سيريبرام اللي هو الجزء الامامي من السيريبرال بدانكل. الكونتنتس اوف ذا انتربيدانكيولار فوس اللي احنا قلناها من شويه، ادي عندي التيوبر سينيريوم اهو، وادي الانفانديبولوم ماميلاري بودي والبوستيريور بروفريتد سبستانس. كل ده كان يقع في خلف اريا، الاريا اللي لونها غامق شويه ديت من هنا ومن الناحيه الثانيه من هنا اللي اسمها انتيريور بيرفوريتد سبستانس. اكمل الرسمه. الاوبتيك نيرف اللي هو العصب الثاني كان قدامه عصب اخر اللي هو العصب الشمي، ده العصب البصري الاوبتيك نيرف، ده العصب الشمي اللي اسمه الاوبتيك تراكت. الاوبتيك تراكت كان جاي من الايه؟ الفايبرز بتاعته جايه ب 20 زوج من كل جزء من الهافس اوف ذا كافيتي اوف ذا نوز، من النيزل كافيتي، بتتجمع مع بعض وتعمل حزمه اسمها اوبتيك تراكت. الكلام ده كان في البيز اوف ذا برين في الانتيريور بارت. الاولفاكتوري تراكت، عفوا الاولفاكتوري تراكت مشيت لورا وهي ماشيه هتيجي تتفرع من هنا لعدد من الفروع، هذه الفروع يسموها اولفاكتوري استرايا، فهتشكل ترايج الفاكتوري استرايا. هنا عندي لاترال الفاكتوري استرايا وفي واحده ميديال تحت الاوبتيك تراكت هنا. طيب الميديال الفاكتوري استرايا واللاترال الفاكتوري استرايا هي حجزهم بينهم منطقه مثلثه اسمها الفاكتوري ترايجون. السبستانس اوف ذا برين في هذه المنطقه لو دققنا النظر هنجدها مخرمه، مخرمه علشان بتكون جسم ماده بيسموها الانتيريور بورفوريتد سبستانس. طيب يبقى دي عباره عن كريبري فورم اريا، تقع فين؟ في البيس اوف ذا ايه؟ اوف ذا سيريبروم. فين بالتحديد؟ في الاولفاكتوري ترايجون اللي هي تقع في دلتا الاولفاكتوري تراكت. طيب
ليه سموها anterior perforated substance؟ لان كان هنا في artery اسمه anterior cerebral artery قاعد في هذا الموقع بيطلع branches رايحه لجسم السيريبرم اسمها central arteries. السنترال arteries هتخترق هذه الماده وتكون الانتيريور perforated substance. الباوندريز بتاعتها من الامام هنجد الالفاكتوري استرايا والالفاكتوري ترايجون اهو الجزء المثلث ده. طيب ميديالي زي ما احنا شايفين مين ديت؟ الاوبتيك كازما. لاترالي، لاترال اللي هو ده هنجد هنا في سالكس اهو، السالكس ده اللي هو ده، السالكس اللي هو ده، هذا السالكس كان بدايه اللاترال سالكس اوف ذا ايه؟ دي كانت بدايه اللاترال سالكس اللي موجود على السوبيريول او اللاترال سيرفيس اوف ذا سيريبرال هيمي سفير. طب سوبيريولي من فوق يعني ادخل ابره هترجع لورا، يبقى نقول سوبيريولي هنجد جزء من الجري ماتر قاعد انسايد ذا سيريبرال هيمسفير اسمه كوديت نيوكلياس، ده سوبيريولي من فوق. طب انفيريولي تحت مني هنجد نهايه الانترنال في المكان ده، تحت مني يعني امام الصوره في هذا الموقع هنجد نهايه الانترنال كاروتيد ارتري. دي كانت الباوندريز اوف ذا انتيريور perforated substance. طب تعالوا نشوف ال posterior surface of the midbrain كان في ايه. هذه الرسمة الشهيرة لل posterior surface of the brain stem اللي كنا احنا قسمناها لثلاث اقسام، ال upper part ده كان midbrain، وال middle part كان ال pons، وال lower part كان المظلة. احنا شفنا كويس الاستراكشرز اللي مكونه البونس والمظله، تعالوا نطلع فوق على الاستراكشرز اللي تظهر على البوستيريور سيرفيس اوف ذا ميدبرين. فنجد اربع حاجات، اول حاجه هنجد في عندي اربع انتفاخات كرويه، فور راوندد اليفيشنز، اثنين سوبيريور واثنين انفيريور، يسموه السوبيريور سوبيريور كولوكيولاي والانفيريور يسموهم انفيريور كولوكيولاي. طيب لاترالي هنجد فيه تو سوبيريور سيربيلر بدانكلز، احنا قلنا السيربيلر بدانكلز شرحناه قبل كده، دول كان عددهم ثلاثة على كل جانب. سوبيريور سيربيلر بدانكل هتربط الميد برين، هتربط الميد برين بمين؟ هتربطه بالسيربيلم، والميدل سيربيلر بدانكل تربط البونس بالسيربيلم، والانفيريور سيربيلر بدانكل هتربط المظلة اوبلونجاتا بالسيربيلم. فادي عندي التو سوبيريور سيربيلر بدانكل، بينهم ممبرين، هذا الممبرين اللي هيقفل البوستيريور سيرفيس اوف ذا فورث فنتركل، هيسموا هذا الممبرين سوبيريور ميدلري فيلم. ونجد اخيرا الاستراكشر الرابع اللي هيكون الفيتشر اوف ذا ميدبرين بوستيريور يعني بوستيريور سيرفيس اوف ذا ميدبرين، هنجد فيه نيرف طالع من هذا المكان من الخلف اللي اسمه الاوكيولوموتور نيرف. تعالوا نشوف البيانات بتاعتنا، ادي عندي السوبيريور كوليكولاس والانفيريور كوليكولاس يفصلهم عن بعض سالكس شكله شكل الكروس، شكل الزائد او الصليب هيسموه الكروشي فور سالكس. بعد كده تو سوبيريور سيربيلر بدانكل واحده هنا واحده على الناحيه الثانيه، وهيربط بينهم ممبرين، ادي الممبرين اللي اسمه السوبيريور ميدلري فيلم، واخيرا النيرف اللي طالع في هذا الموقع اللي اسمه الاوكيولوتروكليير نيرف. انا مش عارف، انا حاسس ان انا قلت عليه اوكيولوتر، هو لا هو تروكليير، هو التروكليير نيرف هو النيرف الوحيد من العشره نيرفز اللي تخرج من البرين ستيم اللي بيطلع من الباك، كلهم بيطلعوا من الفرونت اوف ذا برين ستيم. انا عندي النيرف الثالث كرينيال والرابع كرينيال بيطلعوا منين؟ بيطلعوا من الميد برين، لكن الاوكيولوتر كان بيطلع من الامام على الميديال سايد اوف ذا سيربرال بدانكل، اما التروكليير فهو الرابع، فهو العصب الكرينيال الرابع وهو الوحيد الذي يخرج من الباك اوف ذا ميد برين والباك اوف ذا برين ستيم بصفه عامه اللي هو التروكليير نيرف. طب لو جينا نشوفها دايجرام مانيوال اهوت، ادي كانت عندي الرسمه دي البونس ودي كانت المظله اوبلونجاتا. الميد برين كان يقع في اعلى، ادي ده الميد برين، تعالوا نشوف الاجزاء بتاعته، ادي الفور كولوكيولاي سوبيرو كولوكلاس وانفيرو كولوكلاس على ناحيتين الاثنين يبقى عددهم اربعه، بينهم السوتشر اللي عفوا السالكس اللي اسمه الكروشي فورم سالكس،
وبعد كده تو سوبيريور سيربيلر بدانكل اللي هيربط بينهم ممبرين اللي هو ده اسمه سوبيريور ميدالاري فيلم. وادي عندي التروكلير نيرف العصبي الوحيد اللي كان جاي من الباك اوف ذا ميدبرين، هيجي من تحت الانفيريو كوليكولاس يمشي من ورا السيربيلر سوبيريور سيربيلر بدانكل ثم يمشي على اللاترال سيرفيس بتاعها ويظهر جزء منه في الامام. اخيرا اللاترال سيرفيس اوف ذا ميدبرين، ده كانت عندي اللاترال سيرفيس اوف ذا ميدالا واللاترال سيرفيس اوف ذا بونس، والبونس هنا كانت متوصله بالباك بمين؟ بالميدل سيربيلر بدانكل. تمام، هنجد فوق مني هنا هنجد السيربرال بدانكل. السيربرال بدانكل الانتيريور بارت بتاعها من هنا هيظهر من الامام في صوره الكراس سيربرام. ادي السلاموس اللي هو اكبر جزء في الداينسيفالون اللي راكب فوق مين؟ فوق الميد برين. ده الميد برين وده اللاترال سيرفيس بتاعي اهو، اللاترال سيرفيس بتاع الميد برين. اللاترال سيرفيس اوف ذا ميد برين هنجد عليه الحاجات الاتيه: السوبيري كوليكولاس دي كانت في الخلف باينه من الخلف، تمام، والانفيريو كوليكولاس ايضا كانت من مكونات خلف. خلف مين؟ خلف الميد برين. طيب لانها متوصلها بذراعين، السوبيري كوليكولاس متوصله بذراع اسمه سوبيريور بريكيوم، والانفيريو كوليكولاس متوصله بدراع ايضا اسمه انفيريور بريكيوم. بريكيوم يعني ذراع جاي من البريكياس. طيب السوبيريو كوليكولاس الدراع ده هيوصل السوبيريو كوليكولاس بمين؟ هيوصلها ب بودي بيسموه لاترال جينيكولات بودي، اللي كان احد محطات الفيجوال باسوي. الانفيريور بريكيوم كان الدراع الثاني، كان بيمثل احد السنترز برضو اوف هيرنج اللي كان اسمه الميديال جينيكولات بودي. تمام، يبقى ادي الدراعين دول موصلين السوبيريور والانفيريور كوليكولاس بمين؟ بالتو جينيكولات بودي، باللاترال والميديال جينيكولات بودي. طيب ادي اول حاجه تو بريكياي سوبيريور وانفيريور بريكيوم، ادي اول حاجات باينة على مين؟ على اللاترال سيرفيس اوف ذا ميد برين. ثم الاربع الاستراكشرز اللي بيستتبع بعضها بعض. الاوبتيك تراكت طالع منين؟ طالع من اللاترال جينيكولات بودي، وكان او داخل اللاترال جينيكولات بودي جايبه السنسيشن بتاع الفيجن من الاي. كويس، تحت منها على طول هنجد فين اسمه بيزل فين، تحتها اللي هيظهر لنا هنا التروكليار نيرف. التروكليار نيرف احنا قلنا جاي من تحت مين؟ اهو جاي من تحت الانفير كوليكلاس، وهيمشي على اللاترال سيرفيس اوف ذا ميد برين اوف ذا سيربرال بلانكل يعني اللي مكونه جسم الميد برين، وهيظهر في الامام. ده كان الاستراكشر الثالث. الرابع اخيرا ارتري اسمه بوستيريور سيربرال ارتري. يبقى اذا ادي كانت مجموعه استراكشرز اللي كانت مستقره على اللاترال سيرفيس اوف ذا ميد برين. اوبتيك يعني قول ايه؟ نيرف فين، نيرف ارتري، نيرف اوبتيك تراكت، فين بيزل فين، نيرف تروكليار نيرف، ارتري بوستيريور سيربرال ارتري. دي كانت الاربع استراكشرز اللي ماشيه فوق بعضها على اللاترال سيرفيس اوف ايه؟ اوف ذا ميد برين.